لعله أول فضاء من نوعه بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فضاء يجعل منه فنان تشكيلي مرسما ورواقا ومعرضا في الآن نفسه. وهذا هو فضاء الزاوية الذي افتتحته الأسبوع الماضي الفنانة التشكيلية نجوى الهتمي. أستاذة نجوى مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إذن أستاذة نجوى حدثينا عن هذا الفضاء، فضاء الزاوية، وتحديدا عن التسمية، كيف أتتك هذه التسمية؟ جت الفكرة أنه يعني تعرض لي هذا الفضاء وكان حيت عندي رواق قدامي وبغيت ما بغيتش ندير فيه يعني رواق عادي كلاسيكي، يعني تجي ونعلق الرسومات ولا المنحوتات ديالي، بغيت يكون واحد ان اسباس فيفون، يعني عايش يتلقى بالناس واللي نقدر نبارطاجي مع الناس الاعمال ديالي والافكار ديالي. دونك من تما جات الفكره، بغيت في نفس الوقت مرسم ومن ثم معرض، ولكن يكون مفتوح للجميع ويكون بارتيسيباتيف، تشاركي يعني تشاركي وي واستحضارا دائما المتن الصوفي لهذه الكلمة الزاوية. والزاوية جات من في الأول كان عندي بزاف ديال الأفكار، والزاوية يعني فرضات راسها في واحد الوقت، لأن بحال بالنسبة لهاد الفكرة اللي قلت لك بغيتو بارتيسيباتيف، وجات فكرة الزاوية على أساس يعني مفتوح للجميع، وتفكرت في الثقافة المغربية ديالنا، يعني اللي حرفتو كيمشي للزاوية، اللي تقطع بها الحبر كيمشي للزاوية، اللي بغى يقرا كيمشي للزاوية، اللي بغى يتعبد كيمشي للزاوية، اللي مرض كيمشي للزاوية. دونك بالنسبة لي هاد السيمبوليك ديال الزاوية أنها مفتوحة، وهي اللي كتعطينا المجال بحال واحد الحرية، واخا هو يعني بلاصه ديال العباده، ولكن او ميم طون فيه بلاصه راحه البال، بلاصه ديال الحريه ديال المعرفه. دونك هذا المنطلق عجبتني، هذا السيمبوليك، ودائما دائما كنرتاح في الحق، انا براسي كنرتاح بالزاويه ولا شي حاجه. دونك جات الفكره من هذا، قلت كوابو. وحتى الفن عنده بعض الملامح ديال العباده، معلوم، يعني اي حاجه كتدخلك في النطاق ديال الروح ديالك، انا بالنسبه لي عباده، يعني بالنسبه لي الموسيقى عباده، الشعر عباده، يعني في اي حاجه لانك تمكنك من معرفه راسك، اللي كيعرف راسك كيعرف الخالق ديالك. وعلى هذه الفكره ديال الانسان يدخل داخل ديالو، نلاحظ بان هذا هو لعله الميسم الاساسي في اللوحات التشكيليه ديالك، يلاحظ في اللوحات التشكيليه ديالك بانك تغوصين في ذاتك. كنحاول لانه بحر عميق، كنحاول يعني اظن ماشي غير انا بوحدي، جميع الفنانه والمثقف الشعراء والكتاب كلهم، يعني ما يمكنلكش تلقى شي حاجه للوجود الا ما خرجتيهاش من لي تريب ديالك، من البواد الاعماق ديال الواحد. اظن ما يمكنش نهبطوا في الاعماق ديالنا الا ما كناش كنعرفوا راسنا، وبيان سو حنا كنقول انا الحياه ديالنا مديوره اصلا باش نعرفوا راسنا، يعني اقبل اول حاجه في المسار ديال الحياه ديال الشخص، يعني هو يتمكن من معرفه ذاته، معرفه علاش بوكو، علاش هو في الدنيا، وعلاش المسار ديالو، اسئله وجوديه. وي لا، انا كنت كنفكر في شيء اخر، هو انه يبدو من لوحاتك بانك لا تفكرين مسبقا في تخطيط ما، بل وكان هناك انطباع بالعفويه وبالريشه التي تسبق الفكره. بالضبط، يعني ما عندي مشكل مع الفكره، واخا تكون عندي بعض المرات الفكره كنبغي نطبقها، ما كان يعني كنخلي ديك اللحظه وشنو كيبان فيها، ما كي هي في الحقيقه سهلة وصعيبة في نفس الوقت، يعني سهلة لأن ما كتوجلهاش بزاف، وصعيبة لأن كتمشي لواحد غير لواحد المجهول، غير لانكوني. دونك بعض المرات صعيب أن الواحد يمشي في حاجة ما عارفهاش، لأن العقل ديالنا كيرتاح في الحاجة اللي كيعرف، لأنك تمشي قدام واحد لاطوال بلانش ولا هذا وأنت ما عارفش راسك فين ماشي، يقدر يكون واحد لونغواس، واحد الخوف ديال فين ماشي، ومن هنا كاين خص واحد الشكل ديال الكوراج ولا هذا، باش كتقدر تلاح في ديك البحر اللي انت ما عارف ما فيه والو. وهذا تما فاش كيولي الايمان فين، كيولي في الثقه في راسك والثقه في المسار ديال المشي، وحاجه كديك الحاجه، يعني الواحد خصو يبدا ومن خلف خطوه لخطوه الواحد كيزيد كيبدا يفهم راسو علاش، ولكن سا بو بروندغ
ديزاني. وهو ربما هذا المجهول هو القلب النابض في العملية الفنية والإبداعية بصفة عامة. بالضبط، أظن كذلك هذا بالنسبة لي لي وي. بالنسبة لي لي ذيك لاكيت، ذيك البحث عن شي حاجة اللي ما عارفهاش. يعني انت كتبحث على شي حاجة وكتقلب، وعلاش كتقلب ما عارفش، و ومن طول كاين واحد الحاجه اللي كديك، عندك واحد الطاقه ولا عندك واحد ليلون اللي كيديك، ولكن كتكتشفوا بشويه بشويه. وهناك ايضا احساس بالحركه في اللوحات ديالك، ضربات الريشه تصاعدا نزولا لولبيا. هذه الحركه هي حركه من الداخل ام هي حركه العالم المحيط بك؟ اظن هي حركه داخليه، لان اصلا اي حاجه في الكون كتبدا بديك الحركه. يعني الحركه كاين واحد كاين كل شيء حركه، يعني العالم، يعني التنفس ديالنا حركه، الامواج حركه، الكواكب، كل شيء في الحياه، كلها حركه. لعلها تسكن ايضا السكون، الحركه كامنه ايضا في السكون. ايه السكون، ولكن السكون هو اللي كي قبل الحركه، ولكن في ديك السكون اصلا كاين واحد الحركه اللي احنا ما كنوصلوا لهاش. عودة إلى الزاوية أستاذة نجوى الهتمي، داخل الزاوية هناك زاوية للعرض ثلاثي الأبعاد تشتمل صورا قلب الزاوية. وهو سميته قلب الزاوية. قلب الزاوية. الزاوية. إذن في قلب الزاوية هناك معرض ثلاثي الأبعاد يشتمل صورا وأشرطة ولوحات بتقنيات ثلاثية الأبعاد. بالضبط، يعني هذا خلق اصلا المشروع، خلق في وسط الزاويه، ميكون في اطار الاعمال ديال المحل. هو عباره عن بروجيكسيون، ولكن بالنسبه لي اللي كان مهم فيه هو كيفاش عندنا كيفاش كنقدروا نلمسوا الحقيقه. يعني تقريبا بيت فيه تقريبا 2 متر على متر و30، ماشي كبير بزاف، ولكن ما كتدخل كتلقى واحد الفضاء واسع وما كي لا منتهي. يعني هذا تساؤل على الاسباس، على المساحه، على الكون، على تقريبا غير الطريقه ديالي باش كنشوف بان احنا اللي كنشوفوا بعينينا ماشي فورسيمون الحقيقه، لان ماشي ولا بدا كنسالوا على لي بيرسيبسيون ديالنا، على البصر ديالنا، على كل حاجه، على المفهوم ديالنا ديال الطبيعه وديال الحقيقه وديال الفضاء والزمن. نخرجوا من قلب الزاويه ونبقاو في المعرض بعنوان في قلب التجربه. في قلب التجربه، بالضبط. اي تجربه؟ تعيش لحظة موسيقى هي تجربة، تعيش فيلم هي تجربة، تعيش فضاء في الطبيعة تجربة. يعني بالنسبة لي الحياة هي تجربة أصلا، يعني الانكارناسيون تيغيست هي بدايتها تجربة. يعني نعطيو راسنا الفرصة بأن نعيشو تجربة، يعني طوكو ما عشناش تجربة ممكنناش نعرفو. وهو هذا المعنى ربما يسكن تقريبا جميع معارضك إذا استحضرنا عناوين هذه المعارض الآن في قلب تجربة. استحضر معرض انفتاح، معرض حوار، معرض سفر نحو العجائبي، معرض السعي نحو المعنى. هل وجدت معنى؟ أظن ماشي المهم، ماشي وجود المعنى، المهم هو المسار، لان المعنى ما كاينش معنى. المعنى بالنسبه لي توصل لواحد المعنى يبان لك معنى اخر، توصل لواحد المعنى كاينين اللي قلنا كاين مقامات، وكاين ما كاينش معنى واحد وكنوقفوا تينو الحياه توقف لكل شيء. يعني شحال ما عرفتيش، شحال ما بحال كنوصلوا مع عمرنا ما كنساليو. اظن فهمتي في الحياه، ما عندنا في الحياه مع عمرنا ما كنوصلوا للمعنى الحقيقي. بوتيتغ بعد الممات. وعن هذا المسار لنا أن نذكر بأن نجوى الهتمي خريجة المعهد العالي الدولي للسياحة، لكنك تركتي هذا التقليد العائلي للاشتغال في مجال السياحة وتفرغتي للفن التشكيلي. يعني كانت تجربة السياحة عطتني بزاف، سواء في المجال العائلي ولا في 16 عام ولا 17 عام وكالة الأسفار وفي العالم السياحي، ولكن الفن عاوتاني سياحه بشكل اخر. التجربه كتخوض واحد التجربه اللي ما عمرك ما كت هي صعبه، ولكن ما عمرك ما كتشبع منها. يعني بحال واحد بحدك كتقلب، وحدك مازال خصك، وما حدك
يعني هي او ميم طون كتروي الانسان او ميم طون كتعطشك. نجوى الهتمي الفنانة التشكيلية صاحبة رواق الزاوية بمدينة طنجة، أول تجربة من نوعها في الجهة. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الأنيقة نجوى. شكرا سي شكري، شكرا جزيلا، شكرا للمستمعين.